بهذه المناسبة تنقولوا عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. وراه بلا بيه راه ما كاين والو. حنا تنطلبوا تنترجاو الرجاء ديالنا في الملك يدخلنا في هذا القطاع ديالنا. حقاش راه لا حول ولا قوة الا راه الا ما شافش فينا راه ما كاينش اللي غيشوف فينا. هاد الحكومات وهاد الوزارة راه غير تيتفلاو علينا. ما كاينش تنثقوا في حتى شي واحد من غير الملك. حنا الثقة ديالنا غير في الملك. سعادة الملك. السلام عليكم، معكم الحميوي دريس من مدينة مكناس، عضو في النقابة وسائق مهني. بغيت نشير لواحد النقطة اللي ما قالها السي عبد الرزاق الجنوني ديال لوكال. حنا مدينة مكناس، الشاحنات مدينة مكناس ما عندهاش موقف، ما مأهلاش، عينا ما نراسلو الجهات المعنية بدون فائدة. ديما تنجدوهم وتنطالبوا بلوكال شي محطه تكون مقننه اللي نوقفوا بها قانونيا. انت كتشوف دابا كاع هاد الكاميونات اللي واقفين، اللي واقف في تريطوار مصبوغ بالاحمر، اللي واقف عشوائي. اصلا هذا البارك هذا ماشي حتى ديالنا، غير ديال البارك ديال الرحبه الزرع، يعني تنوقفوا فيه غير هكاك وما دايرين فينا خير. الله يجزيهم بخير. يعني كنناشدوا الناس المسؤوله. كما الكيران عندهم محطه ديال اييه، كما الكيران عندهم محطه، حتى حنا خصنا محطه، وهذا غير ساهم في التنظيم ديال القطاع كما قال السي عبد الرزاق. مع الجهات المعنيه مع نتلقاو المشكل. كاين اللي ما عندوش، كما واحد النقطه اشار ليها السي عبد الرزاق، الانسان يلا تيكمل النهار بالزز، وكيفاش غيدير يحصل على 1000 درهم ولا على 1500 درهم باش يدير هذه البطاقه المهنيه؟ وغادي يعني قطاع مهمش بمعنى الكلمه. يعني ما حنا ديما فين ما طلعت شي حكومه جديده تنتمناو فيها الخير، وتن زعما اش نقول لك، كنصوتوا وكيطلعوا وتينجحوا وتيعطيونا بالظهر. راه كاع المغاربه كاملين تيعيشوا نفس السيناريو اللي كنعيشوه. بحال دابا هاد الغازوال، راه رئيس الحكومه هو اللي كيتحمل مسؤوليته، هو اللي كان قبل ما يكون رئيس كان وزير الفلاحه، وكان هو اللي مكلف بالمازوت. راه كلشي كيعرف بان ديالو هاد المحطات ديالو، هو اللي كيتحكم فيهم، وهو اللي يمكن له باش ما يطلقوش لا سمير على الاقل غتخفض شويه. لا سمير لاش دابا سدينا سدينا ودايرين لها الزمت. انت كتشوف كي هكا كي البارح كي اليوم كي غدا حتى يبان الحق. احنا مبعدين على الاولاد، ما كنشوفوهمش. اش هذا التليفون؟ احنا مبعدين على الاولاد. الا ما كانش ايجابيات راه غادي نزيدو نصعدو الامور، وغادي نزيدو حتى نشوفو شكون اللي غادي يتقهر. واخا غتجي فينا، احنا عارفين بان غتجي فينا، ولكن غنصبروا. احنا ديجا جايه فينا، احنا ديما صابرين وديما جايه فينا، وغادي نزيدو نصبروا حتى نشوفو الدار من الهرب. المواطنين ماشي احنا اللي زدنا عليهم، احنا هادشي هذا من اجل المواطن. حنا راه تيقول لك طلع المازوت زيد في الكرا، ما يمكن لك تزيد في الكرا، كي غدير لهاد الكرا؟ واش نتايا مولف كتدي لواحد واحد الصخره كتديها بواحد الثمن، اليوم غتقول له لا تزاد الثمن؟ ما يمكنش. وكاينه مصارعات في المهنيين، واحد تيطيع الاخر باش يقضي الغراض، الراس تيقول لك اللهم قليلهم داوم ولا كثيرهم كثر. وما شوف الوزاره لعبات بهذا القطاع، همشاتو ومازال باغي تحيدو، ولا ما فهمتش انا القصد ديالهم فين بغاو يوصلوا بهاد المهن. كل مره ينسحب واحد، كل مره ينسحب واحد حتى غادي يقاضيهم. وحنا راه من اجل الكفاح حنا هنا اليوم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.